يا ما يا طه الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين إمتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا. نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 59 من عمره، السنة 7 للهجرة، غزوة خيبر وذات الرقاع وعمرة القضاء، وثم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام 7 من الهجرة حصلت غزوة خيبر مع اليهود وغزوة ذات الرقاع، وأسلم أبو هريرة، وتزوج رسول الله أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية، وحرمت الحمر الأهلية. وفي هذه السنة كانت عمرة القضاء وتسمى عمرة الصلح في هلال ذي القعدة. وفي هذه السنة أهدت يهودية شاة مشوية مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة. وآخر دعوانا أن الحمد لله.